في عناوين نشرة الليلة: الحكومة تقر النفايات وصرف التعويضات، ومن الاعتمادات المرصودة في البند 13 رواتب المتعاقدين. مصعب للجديد حسم الجدل. المهم يعرفوا الأساتذة أنه أنا وقعت اليوم كل المستحقات للمتعاقدين عن الفصل الأول العام الدراسي 2015-2016. في الخاص دورها دور. نبتي ممنوعة إلى قانونية، نبتي مشرعة مقوننية وبنفس الوقت صناعة مقوننية، وغسيل قلوب. احنا تغدينا هون امبارح وانا ما جمعت، هني مجتمعين. سماسرة العدل محامون. طب كيف هتتغير المعطيات لما انا بطلع وعندما يصبح رئيس بلدية حاكما بامره؟ نحن عندنا مرجعيتنا أكبر من الجديد ومن إدارة الجديد. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. وكان الحل بالترحال لا بالحل، هكذا منحت الحكومة النفايات تأشيرة السفر وحجزت لها مقاعد في الدرجة الأولى بتكلفة مليار دولار، كان من الأجدى أن تصرف على البلديات مباشرة لتتدبر كل منها أمر نفاياتها. نفاياتنا فخر صادراتنا إلى العالم، سكنتنا 8 أشهر وتغادرنا اليوم تاركة خلايا نائمة لأمراض قد تكون فتاكة. بعد هستيريا الـ H1N1 اجتمعت الحكومة اليوم، اهتزت لكنها لم تقع، ولولا رمي الحرم على القبل لرأينا الوئام يتطاير قلوبا من على شرفات السرايا. جلسة الترحيل شهدت ضما، إذ بسحر سياسي حل خلاف المالية التربية وصرفت تعويضات الأساتذة المتعاقدين، والجلسة نفسها أفسدت في الود قضية، فانسحب وزراء التيار الوطني اعتراضا على ترانسفير النفايات، ولكنها أيضا شهدت فرزا في الدم الأزرق، إذ انسحب أشرف ريفي من الجلسة اعتراضا على عدم مناقشة إحالة ميشيل سماحة على المجلس العدلي. قالها متكئا على موافقة وزراء المستقبل، لكن الرد جاءه تغريدا من سعد الحريري: موقف ريفي لا يمثلني ولا يزايدن أحد علينا. أمارات تفكك تيار المستقبل قابلتها مساع لغسيل القلوب بين الرابي وبنشعي، ابتدأ بغداء وربما ينتهي بلقاء بشفاعة سان فالنتين. من السياسة إلى القضاء وبما لا تجوز فيه الشفاعة، عود على ما كانت كشفته الجديد في قضية سماسرة العدل المحاميين وسيم شعر وماجي وزني. فبعد إعطاء الإذن بملاحقتهما بتهم الابتزاز، الجديد تحصل على وثيقة سرية تحجب بموجبها بالنقابة المحامين ملاحقة شعر ووزني، معللة ذلك بأن ما قاما به كان بمعرض ممارسة مهنة المحاماة. إلا أن النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر أمر بإصدار قرار يفسخ فيه قرار مجلس نقابة المحامين، موصفاً ما قام به شعر ووزني بأنه جرم التماس رشوة وأجر غير واجب واستغلال قرابة القاضي وزني واستغلال وصرف نفوذ، فضيحة كانت لتمر في عتمة فساد، لكن العدالة لو خليت فنيت. وإلى ملاعب الكبار، حيث الدبلوماسية تتقدم الحلول العسكرية، وبشهادة اليوم الدبلوماسي الروسي فإن أهم أولويات موسكو هو تأليف جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة.
أما الحديث الأمريكي عن خيارات بديلة في حال فشل الدبلوماسية فما هو إلا تهويل، قالها سيرجي لافروف، فيما يستعد الكرملين لفتح أبوابه الشهر المقبل أمام العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. وبينما السعودية تمد جسور التلاقي مع موسكو، يطلق أردوغان رصاصة الرحمة على خياراته السياسية ويضرب خط عشواء، فيقرر الارتماء في حضن الإسرائيلي بإعادة العلاقات الدبلوماسية معه، فاتحا في الوقت عينه جبهة على الأمريكي والروسي، معيدا النغمة القديمة بإقامة منطقة عازلة. إقفال الحدود ليس بعيدا من مرمى الاتفاق الروسي الأمريكي، وإقفال الحدود يعني خنق تركيا التي لن تستطيع فتح رئتيها والتنفس لا من باب الهوى ولا من باب السلامة. مجلس الوزراء مرة إلى حافة الهاوية قبل العودة إلى القبلات، واليوم يتجنب ملف إحالة قضية الوزير سماحة ويقر تمويل خطة ترحيل النفايات، إضافة إلى تسديد بدلات المتعاقدين. أما في الأضرار الجانبية فانسحاب لوزير العدل وخلاف مستقبلي مستقبلي. تقرير جاد غصان. يبدو أن اتفاقا معينا يمنع في كل مرة تفجر الحكومة، ولو كان ذلك على حساب إنتاجيتها التي وصلت إلى درك عدم التئام مجلس الوزراء طوال أشهر. دخل وزير العدل أشرف ريفي الجلسة مصمما على مناقشة بند إحالة قضية الوزير السابق ميشيل سماح على المجلس العدلي، أخفق ريفي فانسحب من الجلسة بهذا التصريح. أنا سجلت انسحابي من الجلسة لرفضي مناقشة أي بند. أنا أقدر موقف دولة رئيس الحكومة، بحترم صبره، بحترم إرادته، وبحترم كل إذا بدك وطنيته، وبعرف حقيقة مين القوى السياسية اللي عم تحاول تعطل مسار العدالة. وفيما كان ريف يؤكد عزمه على محاكمة سماحة في محاكم أجنبية وأن انسحابه من الحكومة منسق مع وزراء المستقبل، أتى الرد قاسيا من رئيس التيار الأزرق سعد الحريري على تويتر قائلا: موقف الوزير ريف لا يمثلني ولا يزيدن أحد علينا في اغتيال وسام الحسن أو محاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه. مجلس الوزراء أقر تمويل خطة ترحيل النفايات بمبلغ 50 مليون دولار لمجلس الإنماء والأعمار، الذي أعلن أن توقيع عقود الترحيل سيكون في اليومين المقبلين على لسان رئيس المجلس نبيل الجسر، كاشفا أن وجهة الترحيل هي روسيا. القرار أتى بعد اعتراض وزراء التيار الوطني الحر والطشناق والكتائب. وزير الإعلام رمزي جريج أكمل إعلان قرارات المجلس. أولا، إعطاء هيئة أوجيرو سلفة لدفع الرواتب قيمتها 138 مليار ليرة لبنانية، تسديد بدلات الأتعاب للمتعاقدين للتدريس بالساعة من الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم وفقا للأصول، موازية للتعويض القانوني المحدد لهم ومن الاعتمادات المرصودة في البند 13 رواتب المتعاقدين، وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي. ومع قرار تسديد بدلات أتعاب المتعاقدين هذا، حل أيضا خلاف الوزيرين علي حسن خليل والياس بوصعب الذي كاد يصل إلى حد تبادل القبلات لولا تدخل الوزير وائل أبو فعور محرما التقبيلة ولو في شهر شباط. شاد غصن، قناة الجديد. المتعاقدون سيقبضون رواتبهم الأسبوع المقبل، والبلديات يحق لها اعتماد آليات بديلة من الترحيل في حال توافرت، يؤكد مصعب للجديد بعد انتهاء الجلسة. انتهى السجال بين وزيري المال والتربية على خير، وجرى إقرار تسديد مستحقات الفصل الأول من العام الدراسي للأساتذة المتعاقدين، وبين من رأى أنه أرسل الكتاب في وقته المحدد ومن رأى أنه لم يتسلم الكتاب، حلت العقدة العالقة. بعثت الرسالة بتاريخ 20/10 لتطلب الموافقة اللي بتطلبها عادة كل سنة. هلأ مثل ما بيقولوا ضاعت ولقيناها، مش مهم بقى اليوم بالنسبة للمواطن يفوت بكل هالتفاصيل، المهم يعرفوا الأساتذة أنه أنا وقعت اليوم كل المستحقات للمتعاقدين عن الفصل الأول العام الدراسي 2015-2016
بتتحول بكرة للمالية بالوزارة ومنها لوزارة المالية لحتى تبلش تتنفذ. من المعيب نحن أنه نتأخر لندفع المعاشات كل 4-5 أشهر مرة، وإذا صار في خلاف أو تأخرنا بتمط معنا شهر وشهرين، وهذا اللي قلته أنا اليوم بمجلس الوزراء. مجلس الوزراء كان حافلا، ولعل أبرز بنوده كان تمويل خطة ترحيل النفايات التي أقرت مع تسجيل اعتراض للتيار الوطني الحر عليها. في ناس اعترضوا بيقولوا اعتراض مع عدم العرقلة، أنه كانوا اعتراض نص نص. لا، نحن كنا معترضين مع عرقلة، ولكن كنا المكون الوحيد اللي اعترضنا، مشان هيك ما قدرنا نعرقل. أكدنا اليوم وأكدنا دولة رئيس مجلس الوزراء أنه شغلتين أساسية، موضوع البلديات اللي هي عندها حلول وحلول وفق معايير معينة مقبول فيها بيئيا، مش مفروض نجبرها نحن، لا لازم تفوتي بمشروع الترحيل وتدفعي شئتي ولا أبيتي كلفة عالية بتتخطى الـ $230 على الطن. هيدا أخذ سجال معنا، ولكن تم التعهد فيه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء أنه نعم هيدا هو توجهنا. النقطة الثانية، أموال عائدات الخليوي أنه ما حدا بدق فيها، بتتحول للبلديات بدون ما نخصم منها أي شيء من أجل ترحيل النفايات. هنا يؤكد بصعب أن محرقة دهور شوير مستمرة في العمل على الرغم من قرار وزير البيئة ختمها بالشمع الأحمر. بالإعلام بيطلع كلام كتير أنه يمكن أنت عم تعملها لأنه هيدا مشروع تجاري. أول شيء أنا هيدا الموضوع مقدمينه تقدمي لبلدية دهور الشوير، بالتالي ما عم ندفع حدا حقه لحتى بس نفرج العالم أنه الحلول موجودة. هيدي قصة الشمع الأحمر نكتة، يعني أنه لا شفنا حدا طلع ختمها بالشمع الأحمر، ولا معالي وزير البيئة كان حامل شمعة وراكد ليروح يختم المحرقة فيها. صرت شايفه كذا مرة أنا بمجلس الوزراء، ولا مرة شفت فيه بإيده شمع أحمر بعد لهلا. وعن انسحاب وزير العدل أشرف ريفي من الجلسة، وزير ريفي ليكي شو ما بدك تقولي عنه، فيك تقولي متصالح مع نفسه، هو قال أنه هيك رح يعمل وهيدا قراره، وبالتالي هيدي الجلسة الثالثة كان هو عم بيطالب أنه ينحط هيدا البند لحتى يتناقش، بغض النظر إذا نحن منوافقوا رأيه ولا ما منوافقوا رأيه، إنه ما هو قال رح يعمل هيك وعمل هيك، هيدا رأيه. أنتوا شو رأيكم؟ في آراء كتير قانونية متضاربة، كنا نحن نتأمل أنه ينبحث على طاولة مجلس الوزراء لحتى نشوف هذا الموضوع كيف بيتعامل معه الواحد، ومطروح على جدول أعمال، ولكن بعد ما وصلنا على النقطة اللي هي تتعلق في هذا الملف. وصلتوا ولا عم تتهربوا من؟ لا ما عم نتهرب، هلا في نقاط بدي أسألك، هذا كان أهم ولا دفع معاشات الأساتذة وموظفي أجيره اللي ما عم يقبضوا كل هول أهم؟ في أولويات عم تتحط. هموم المواطنين هي الأولوية، يؤكد أبو صعب، شعار يراه المواطن حلماً بعيداً لن يتحقق في بلد يدفع ثمن طن النفايات ما يوازي قيمة الحد الأدنى لأجور مواطنيه. الحشيشة تسلك طريقها قانونياً، والعفو العام للمزارعين بات في الأروقة السياسية، والجديد مستمر في متابعة الملف. تحقيق يمنى فواز. بعدما تكلمنا في الممنوع، وبعدما فتحنا ملف الحشيشة الذي عده البعض مسا بالمحيمات، ما كان كلاما ومواقف بات فعله بمشروع متكامل ومنظم وقوبل بالإيجاب. الحشيشة أو نبتة القنب الهندي التي تابعناها منذ سنتين مع أهالي البقاع، وتضامننا مع أصحاب الحقول في مطالبتهم بكوننتها والعفو العام عن الملاحقين منهم، سلكت هذه الأمنيات طريق الواقع سياسياً وقانونياً واقتصادياً. في مفاجأة للبنانية فيما يتعلق بنبتة الحشيشة. بالباع بعتاد بسموها النبتة الذهبية. نبتة ذهبية عنا مشكلة على المجتمع اللبناني، نحن عم نحاول تصير صناعة مفيدة للبنانيين وللناس، وتكون جزء من التصدير، وتكون جزء من صناعة الأدوية، وبنفس الوقت تكون أداة جيدة لأهالي منطقة عزيزة. اللي عم بتقوله تحويل الحشيشة من نبتة ممنوعة إلى قانونية، نبتة مشرعة مقوننة، وبنفس الوقت صناعة مقوننة، تصدير مقونا حسب القوانين المرعية الإجراء إن كان بلبنان أو بالخارج، وتحويلها لصناعة، خاصة بعد ما تطورت كتير بالعالم. 23 ولاية تقريبا بأمريكا فتحوا
عملية زراعتها والاستفادة منها. خلينا نستفيد نحن، نسبق غيرنا لمرة واحدة. النائب وليد جنبلاط كان أول من أعلن عبر قناة الجديد دعمه، مطالبا بقوننتها طبيا وللاستعمال الشخصي. وكان المحرك الأساسي لهذا الملف الذي أصبح في عهدة وزارتي الصحة والزراعة مع تشريع الحشيش للاستعمالات الطبية، يعني ممكن شراء لأسباب شخصية. قال لي بدنا نشتغل شغلتين، بدنا نشرع القنب الهندي، واثنين بدنا نشتغل على إلغاء مذكرات التوقيف. فأنا عم بنفذ سياسته. أول شيء استصعبته؟ أول ما قال لي يعني قلت له كيف يعني؟ يعني أكيد فيها يعني يعني عم تعمل شيء لم يلامس بشكل إيجابي منذ بدأت هذه الزراعة. تشريع الحشيشة إضافة إلى العفو العام عن العاملين فيها ملف متكامل لدى الوزير شهيب، الذي امتلك جرأة القيام بهذه الخطوة وقطع أشواطا فيه من الأبحاث العلمية والمفاوضات واللقاءات المستمرة على أعلى المستويات ومع المعنيين أمنيا وقانونية، وكله ينبئ بالإيجاب. أول شغلة يعني بلشنا بدراساتنا، الإنتاج قديش، نوعية الإنتاج، كميات الإنتاج، كلفة الإنتاج، التربة، البذور، الاستيراد، التصدير. تواصلنا مع أكثر من دولة عبر سفاراتها، وصار في اتصالات معنا من شركة كندية كما قلت جدية جدا، رأس مالها كتير كبير، صناعتها ناجحة. أولا بدك تتمنى نشكل الهيئة الناظمة بشكل يرضي المواطن الذي كان يقوم أو الذي يقوم الآن بزراعة مماثلة، إلغاء كل مذكرات التوقيف السابقة. عفو عام؟ طبعا. هلأ حتنحب من كل أهل بقى؟ يعني أنا وزير لكل لبنان وعلي واجب قدام كل هؤلاء الناس. الوزير بفعوره أنا سنقوم بزيارة مرجعيات سياسية لبحث الفكرة وأخذ المباركة والشروع فيها. بشكرك لأنه أنت كمان شجعتيني، يعني بعرف أنك عم تشتغل على الملف من زمان وحاضرين نتعاون. إذن النبتة الذهبية أو الحشيشة قطعت نصف الطريق نحو تشريعها والاستفادة منها في القطاع الطبي، والباقي متروك لوقته. يمنى فواز، قناة الجديد. الجديد تلاحق سما سيرة العدل إلى عقر نقابة المحامين. لماذا قررت النقابة إعطاء إذن بمنع ملاحقة وسيم شعر وماجي وزني؟ في 25 من كانون الأول عام 2015 عرض الزميل رامي الأمين ثلاثة تقارير تظهر المحامي وسيم شعر وزوجته المحامية ماجي وزني، وهما يعرضان حل قضية عالقة لدى قاضي التحقيق في بيروت بلال وزني، لقاء بدل مالي بلغ 150 ألف دولار. بلال ما تصير هو كيف هتتغير المعطيات لما أنا بعد عرض التقارير؟ ادعى القاضي وزني على ابنة شقيقه وزوجها متخذا صفة الادعاء الشخصي في خطوة بدا وكأنها المسمار الأخير في نعش مستقبلهما المهني. مجلس نقابة المحامين قرر حجب إذن الملاحقة عن المحاميين، ورأى في قرار سري حصلت الجديد على نسخة منه أن ما قاما به كان بمعرض ممارسة مهنة المحاماة. قسم بالله تخيل كل يوم وانت من الأراضي. وكان مجلس النقابة قد كلف المحامية ندى نجيب طلحوق ومفوض قصر العدل في نقابة المحامين ناظر جاسبار التحقيق في الدعوى بإشراف النقيب. في بحث سريع يتبين أن طلحوق تعمل في مكتب المحاماة نفسه مع المحامية مريانا وزني شقيقة ماجي وزني، ومع معرفة هذا التفصيل الصغير يبطل العجب في سلوك مجلس النقابة.
كان كل ذلك ليمر مرور الكرام كمؤامرة في وضح النهار، لولا أن أصدر النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر قرارا يفسخ فيه قرار مجلس نقابة المحامين، موصفا ما قام به شعر ووزني بأنه جرم التماس رشوة وأجر غير واجب واستغلال قرابة القاضي وزني واستغلال وصرف نفوذ. فهل هذه الأفعال تندرج في ممارسة مهنة المحاماة؟ نحن المحامون نقوم طوعا بالدفاع عن حقوق الناس، ودفاعنا اليوم عن زملائنا الأربعة هو دفاع عن اللبنانيين جميعا وعن الدولة التي استقالت من دورها في حفظ الأمن وبسط هيبة النظام. فنقابة المحامين لن تكون شاهد ذور على سقوط الدولة. مجددا الكرة في ملعب النقيب. في هذا المكتب وعلى هذا الكرسي وأمام هذه الكاميرا جلس كل من ماجي وزني ووسيم شعر محاولين ابتزاز الشخص الذي جلس على هذا الكرسي، لكن كل ما بدن عنهما بالصوت والصورة وضعه مجلس نقابة المحامين في إطار عملهما كمحاميين. ونعمة هكذا نقابة. آدم شمس الدين، قناة الجديد. النائب إيميل رحمي يتحدث إلى الجديد عن اللقاء الذي جمع فيه العميد شامل ركوز وتوني سليمان فرنجية بحضور اللواء عباس إبراهيم والوزير يوسف سعدي. في مطعم كرم في وسط بيروت جمع النائب إيميل رحمي اللواء عباس إبراهيم والعميد شامل ركوز والوزير السابق يوسف سعدي وتوني سليمان فرنجية. وفي المكان عينه التقينا رحمة ليطلعنا على هذا اللقاء وحقيقة الحديث عن مساع للمصالحة بين العماد ميشيل عون والوزير سليمان فرنجية. نحن تغدينا هون مبارح وأنا ما جمعت، هني مجتمعين يعني عم نعطيها كتير، يعني شامل وتوني فرنجية بيلتقوا بدون جميلته، بيلتقوا بيحبوا بعضهم، وشامل روكوز بيحب سليمان فرنجية وسليمان فرنجية بيحب شامل روكوز، وسليمان فرنجية عنده شامل ركوز شغلة يعني أساسية بحياته دايما أنه هذا لازم يلعب دور. أنا بالصدفة كنت عامل اجتماع عم بارك له لشامل بمكتبه، قلت له بدنا نتغدى سوا، وطوني هذا حبيب قلبي، وسأبت عند اللواء عباس إبراهيم يلي هو من أعز الأصدقاء ومن أكثر الناس اللي في ود بيننا وبينهم. قلت له أنا بهاليومين ثلاثة بدنا نقعد نتغدى نحن وطوني وطوني فرنجية وشامل روكوز، بدي أعزمك على الغدا بتروح؟ قال لي إيه بروح، ليش ما منروح؟ قال لي قعدة حلوة وخليها هيك طبيعية، وجينا وقعدنا وحكينا وتسلينا. هلا اللي عجبني بالموضوع أنا ردة فعل الناس الإيجابية، عال إذا عم نعمل شيء إيجابي، لأنه عادة هلا المطروح كله سلبي، تطلع له شيء شغلة إيجابية. وأنا عرفت بهالغدا مبارح أنه شامل وطوني من شي جمعة، يعني من جمعة مش من ما قبل المباراة كانوا قاعدين بغدا سوا. إلك بدي إلك أكيد سأبت أنه قبل بيومين كنت قاعد أنا والحج وفيق صفا وما عرف بالغدا، بس اللي هو اللي بيشوفوه في الحزب أن يكون أنه يكون دايما قريب من اثنين، هذا الحزب، هذا رأي الحزب. هذا النوع من اللقاءات يجري دوريا بحسب رحمه، لكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي ونشر صور الغداء أخذت الأمور منحا سياسيا. الموضوع الرئاسي والمواضيع الحساسة السياسية في إلى قاضتها يلي بيعرفوا يفقطولها ويفندولها لوقائعها ومخارجها، وأنا مش من ما عندي هذه القدرة ولا عندي هول الكتاف اللي بيقدروا يوصلوا لهذا الموضوع. اللقاء معراب اليوم اللي صار زاد بالشرخ بين العماد عون والنائب سليمان فرنجية. لك سليمان فرنجية بطبعه بيتمنى على الكل انه يتقاربوا، هو متقارب بطبعه، اللي بيقبلوا على نفسه بيقبلوا على غيره، ما بينزعج من الموضوع، بس عشرت ما يكون اي موضوع يلبس حلة التقارب ويخفي ضربا ما، المهم يكون هيك مهفهف بيتمنى عليه، ما بيكون مزعوج منه. وأبدى رحم انزعاجه من الحالة التي وصلت إليها العلاقة داخل الفريق الواحد، على الرغم من أن الرؤية المحلية والإقليمية والاستراتيجية واحدة عند الجنرال عون والوزير فرنجية. باسل العريضي، قناة الجديد.
أهلا بكم من جديد. خلاف على مكب عشوائي بين بلدتي ميفدون وشوكين، ورئيس بلدية شوكين يهدد بمرجعياته السياسية. تقرير هادي الأمين. هذه النفايات المتراكمة تتكدس في عقار يعود إلى بلدية شوكين التي تستخدمه كمكب عشوائي، لكن هذا المكب يسبب ضررا كبيرا على أهالي بلدة ميفدون الذين كلوا وملوا الاعتراضات والشكاوى التي لم تجدي نفعا. هذا عاملينه مكب كذا ضيعة، أول شيء من شوكين بيجوا بيكبوا هان، وكذا ضيعة هن محاولينه لهان وعم يكبوا هان، بس هيدي هان مجرى ماي، مية الشتاء كلها بتنزل من هان توصل على نبع القصايبة. الموضوع أنه بلدية شوكين مش عم تتعاون مع بلدية ميفدون، صرنا معطينهم كذا انذار ومش عم يجيوا معنا، وحتى وصلت الحكاية انه صار في حولناه نيابة عامة بقرارين ثلاثة بعت المحافظ وما حدا سألين على الموضوع. عنا ضرر بيئي قوي كتير على الضيعة، يعني بيبعد المكب عن أقرب بيت ما يقارب شي 100 متر خط نار. الناشد وزير الصحة وائل بوفعور يجي يشوف شو عم يصير بميفدون بولادنا وبأهلنا، وهذه الأرض هون كنا نيجي نعمل فيها نزهة، العالم تجي بتتنزه هون تشوي لحمة، بيقعدوا الأولاد بيلعبوا بهالأرض، حولوا لنا يا مكب زبالة بلدية شوكين. اتصلنا برئيس بلدية شوكين حسين ناصر للاستفسار عن المشكلة، إلا أن ناصر رفض التعليق واكتفى بالتهديد بمرجعياته السياسية. في حدا من عندكم البلدية يحكي يقول هالشي؟ ما في داعي أساسا هالشغلات كلها. واللي بدي من انت اللي بقى كلفك انه تفوت بهي العمليه؟ ممنوع التلفزيون ينزل لتحت، واذا نزل التلفزيون لتحت مش ناطرين هل يدخلوا انتم في المشكله. هن دقوا لنا اهل ميفدون ونزلنا. نحن عندنا مرجعياتنا اكبر منكم، عرفت كيف؟ اكبر من مين؟ وما اكبر من الجديد ومن اداره الجديد. عندنا مرجعياتنا، وقت انتم تفوتوا في بين العالم اطلعوا منها بتشفي. نفي رئيس بلديه شوكين علمه بالمشكله يؤكده رئيس بلديه ميفدون محمد جابر. قصة المكب أنه عم يشكل ضرر على أهل ميفدون وأهل شوكين بنفس الوقت. نحن طلبنا منهم كذا مرة نتعاون إحنا وياهم، وكان التعاون كتير ضعيف. طيب شو بتقولوا رئيس بلدية شوكين؟ نحن حكينا معه ووعدنا أنه نسكر المكب ونتعاون عليه. هذه زبالة حبيبي، عم تيجي زبالة هون بمصاري مش ببلاش، عم تيجي زبالة من جزين. هذه زبالة مش من هون، هي من جزين وكله مقبوض ثمنه، ما حدا بيعطي التاني الشغل ببلاش. نحن نزلنا اليوم لا بدنا نعمل مشاكل يا خيي، بناء على طلب العالم كله نزلنا برعاية المختار وأعضاء البلدية ورئيس البلدية، أنت شفته هونيك وحكيت معه. نحن اليوم بنطلب من كل العالم، وزير البيئة بالنهاية وزير الصحة، أنه نحن بدنا علاج. هي مناشدة من أهالي ميفدون للوزارات المعنية لوقف هذه الكارثة البيئية التي يرتكبها رئيس بلدية شوكين حسين ناصر، ضاربا عرض الحائط بكل الاعتبارات الصحية والبيئية. الحراك الشعبي تظاهر منعا للزيادات الضريبية والحلول العشوائية للنفايات. لليوم الثاني على التوالي واكب الحراك المدني جلسة مجلس الوزراء بعد أن بات بعض المعتصمين ليلتهم في الخيم التي نصبوها في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومية. تحرك جديد حمل شعار ولا ليرة، حذر خلاله المعتصمون الحكومة من محاولة فرض أي ضريبة عشوائية تطال عامة الناس، وطالبوا بكشف الجوانب الغامضة من صفقة ترحيل النفايات وبتفعيل أجهزة الرقابة. نحن هيدي الصفقة هي صفقة فاسدة فيها هدر، نحن بنرفضها جملة وتفصيلا، وهيدي الصفقة أصلا ما بنعرف إذا حيكون في فرز وحيكون هيدا الترحيل بعد الفرز وبعد العصارة الخطيرة اللي حتبقى بلبنان. في توجه طبعا لأنه يكون نهار السبت في وقفة كبيرة تترافق مع هيدا التصعيد، وأيضا تحركات تانية سوف يعلن عنا مساء. وضمن تحركهم السلمي وزع المعتصمون قصاصات لورقة 5000 ليرة على السيارات والمارة في وسط بيروت وعلى الطرقات، دعوا فيها اللبنانيين إلى العمل لمنع الزيادات الضريبية والحلول العشوائية للنفايات. رسالة من شاب لبناني في لندن لدعم السلام العالمي. تقرير حليمة طبيعة. هكذا وقف الشاب اللبناني محمد غملوش 3 ساعات على مدى 3 أيام في حرم جامعة برونيل في لندن قبل أن يصبح هذا العمل تناوبيا بين عدد من طلاب الجامعة. عصب عينيه ورفع يديه في رسالة إنسانية هدفها دعم السلام العالمي، وتحديدا في فلسطين وسوريا ولبنان، حيث يقتل الأبرياء يوميا على مرأى من المجتمع الدولي الذي يصمت يغض الطرف ولا يتحرك.
النشاط بدأ بحملة على فيسبوك انتشرت بسرعة في المجتمع البريطاني ولاقت استحساناً واهتماماً لدى المؤسسات المعنية بشؤون اللاجئين ولدى طلاب من جامعة برونيل. شاركوا غملوش في الوقوف 3 ساعات بالتناوب. فكرت بالجانب الإنساني، ليه ما ماشيين ندعم الأطفال اللي عم ينقتلوا، ليه ما نندد بالقتل اللي عم بصير بحق العائلات والأطفال اللي ما لهم ذنب غير أنه عايشين بهذيك المنطقة بالعالم، بالإضافة للأطفال اللي ماتوا على شواطئ أوروبا. يعني هذا كان موضوع أساسي بالنسبة لي، لأنه الأوروبيين عندهم وعي إنساني، بس سلط الضوء على موضوع معين بيهتموا فيه وبيحكوا فيه. كان السلوغن هو أنه ما فائدة العيون إن لم تمتلك البصيرة، وما فائدة اليدين إن لم تكن تستطيع أن تفعل شيئا. يعني إن أعصب عيني ووقف 3 ساعات ورفع يدي لفوق، هي فكرة، هي أكثر من أن فيزيائية، هي رسالة أخلاقية. وللبنان الذي يقتل أبنائه يوميا من جراء تفاقم أزمة النفايات حصة من هذا النشاط. صار العالم يسألوا ليش حاطت لبنان، لأنه بيعرفوا أنه ما في أزمة عسكرية بلبنان. يعني نحن عايشين بحالة حرب غير معلنة، شو نوع الحرب ما بنعرف. بس الفكرة كانت أنه أرجي قل لهم شو صار، قل لهم عن أزمة النفايات اللي صارت، قل لهم عن المرض اللي هلأ بعد ما في عنا 10% من المعلومات شو المرض اللي موجود بلبنان وشو ليه عم بيسبب بهالعدد من الحالات التسمم أو البرد الغريبة. فاهتموا بالموضوع وصاروا يبحثوا عنه، ولما عروا عن موضوع النفايات صدموا. يعني عن جد أنا ردت فعلهم ضحكتني لما كنت وياه، صاروا يقولوا لي معقولة في بلد بالعالم ما عنده حدا يلم له زبالته؟ يقول غملوش إن حملته العفوية تمكنت من جذب ناشطين لجمع تبرعات ستقدم إلى اللاجئين السوريين الوافدين إلى بريطانيا، والذين لم يعودوا في نظر عدد كبير من البريطانيين أشخاصا جاءوا ليخربوا بلادهم. نحييكم جديد ونواصل تقديم النشرة. لجان الدفاع الشعبية الرديفة للجيش السوري تسيطر على كامل مطار منيغ، وموسكو تتهم واشنطن بقصف حلب. وسقط آخر مطار عسكري كان في قبضة المجموعات المسلحة، فبعد اشتباكات طويلة سيطرت لجان الدفاع الشعبية الرديفة للجيش السوري على مطار منيغ الواقع في ريف حلب الشمالي، حيث تمكنت من الوصول إلى الطريق الدولي حلب تركيا. جاء ذلك بعد السيطرة في وقت سابق على البلدة في إطار عملية تتجه فيها نحو أعزاز، أحد أبرز معاقل المسلحين في سوريا. سقوط المطار تزامن وشن غارات على مواقع المسلحين وخطوط إمدادهم شمال حلب، وقد شملت الغارات مواقع للمسلحين على طريق أعزاز تل رفعت وطريق كفرنايا تل رفعت في ريف حلب الشمالي. في المواقف السياسية، نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم البنتاغون بشأن استهداف الغارات الروسية مستشفيين في حلب الأربعاء الماضي، وقال اللواء إيغور كوناتشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن طائرات أمريكية لا روسية هي التي قصفت حلب الأربعاء وشنت 9 غارات، وأشار إلى أن البنتاغون لم يكشف أي تفاصيل حول هذه الغارات المزعومة ولم يشر إلى توقيتها أو إحداثيتها المستشفيين، موضحا أن سلاح الجو الروسي لم يعمل في سماء حلب على الإطلاق يوم الأربعاء، وأقرب هدف قصفته الطائرات الروسية كان يبعد عن المدينة 20 كيلومترا. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. التطورات السياسية في لبنان والمنطقة تناولها الرئيس أمين الجميل مع أمين السر لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي غويندال رويار الموجود في لبنان في زيارة رسمية للقاء كل القيادات والمسؤولين. بعد الزيارة أعرب رويار عن قلق بلاده على الأوضاع في لبنان، لافتا إلى أنه استعرض الجميل كل المبادرات التي تمكن لبنان من أن يكون له رئيس. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان النائب الممدد قاسم هاشم، الذي رأى أن حل الأزمة المالية لا يكون عبر زيادة الضرائب على المواطنين، بل بإقرار الموازنة التي لم تنجز منذ 11 عاماً.
وقع حادث سير مروع على طريق النافعة في صيدا بين شاحنة وسيارتين أدى إلى وفاة المواطنة سناء سين داخل سيارتها. وحضر إلى المكان عناصر الدفاع المدني الذين تولوا قص سقف السيارة بمنشار حديدي لسحب الجثة، فيما نقلها عناصر الصليب الأحمر اللبناني إلى المستشفى، وقد أوقفت القوى الأمنية سائق الشاحنة. غطى الدخان الأسود سماء مدينة صيدا ليتبين أنه ناجم عن احتراق عدد كبير من الإطارات المستعملة في شارع عبد المنعم الشيخ المحاذي للأوتوستراد البحري عند مدخل صيدا الجنوبي. وعمل فوج إطفاء بلدية صيدا على إخماد الحريق، وناشد السكان وأصحاب المحال في المنطقة بلدية صيدا والقوى الأمنية منع رمي الإطارات المطاطية المستعملة فيها وتوقيف من يقوم بإحراقها، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها إحراق إطارات في تلك المنطقة. عقدت خلية أزمة الأنروا مؤتمرا صحفيا أمام المركز الرئيس للأنروا في بيروت، أعلنت فيه موقفها من تطورات الأزمة مع الوكالة بعد تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين. نريد أن نبعث رسالة إننا متمسكون بحق العودة، ونريد أن نعيش بكرامة، والعيش بكرامة تتحمل الأنروا مسؤوليتها. نظم مستشفى الرسول الأعظم مؤتمرا عنوانه قصور القلب والتوعية حول زراعة القلب، تحدث فيها عدد من المختصين من مستشفيات عدة، أكدوا أهمية وهب الأعضاء التي تنقذ كثيرا من مرضى قصور القلب. بعد مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاج المناعي خصوصا لسرطان الرئة والجلد، أصبح لبنان البلد الثاني الذي يعتمد هذا العلاج بعدما وافقت عليه وزارة الصحة، وبات معتمدا رسميا لمحاربة السرطان عبر تقوية الجهاز المناعي للمريض. وللغاية شهد لبنان أخيرا ندوة علمية بمشاركة عدد من المختصين في الأورام السرطانية وأمراض الدم، سلطوا فيها الضوء على فعالية العلاج المناعي في القضاء على الخلايا السرطانية. وهل سرطان هالعلاج المناعي تبعنا هو بيقتل هالخلايا السرطانية اللي عم نفبركها كل يوم، وبيجي يوم هالخلايا السرطانية بيفبركوا مضادات حيوية بيخلوا هالمناعة تبعنا ما بقى تشوف هالخلية السرطانية، وبتصير هالخلية السرطانية تتكاثر. لكن هالدواء هالأدوية الجديدة المناعية بتخلي يرجعوا هالخلية تبعنا يشوفوا الخلية السرطانية ويكلوها. يذكر أن العلاج المناعي يجنب المريض العلاج الكيميائي وأن مضاعفاته السلبية ثانوية. وصفحة أخبار منوعة. حجاربي هي نفسها الدمية الشهيرة باربي، لكن بعد التعديلات التي أدخلتها عليها الفتاة النيجيرية حنيفة آدم، فبعد إدخال شركة ماتل المصنعة لدمية باربي تغييرات جذرية عليها تراعي اختلافات الجسم البشري وتنوع الأحجام والأعراق، قررت الفتاة النيجيرية تعديل نموذج لباربي على نحو يتوافق وثقافتها الإسلامية، ونشرت صور هذه الدمى على إنستغرام وباتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العالمي. ويرجح أن تلفت حجار بنظر شركة ماتل لا سيما بعدما شهدت مبيعات الأخيرة تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ترافق وانتقادات واسعة للصورة النمطية للمرأة التي تروجها باربي ومقاييس جمالها غير الواقعية. هذه البيوت والمتاجر المدمرة لم يهدمها إعصار ولا زلزال، إنما فيل غاضب ضل طريقته فاجتاح إحدى القرى في شرقي الهند، وقد استفاق أهالي القرية على صوت الحيوان الضخم الذي أطاح نحو 100 منشأة قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات في صفوف الأهالي. يبدو أن الأرقام الضخمة للبرامج العسكرية الأمريكية أثرت في صحة الجنرال الأمريكي جيمس مارتن وهو يعقد مؤتمرا صحفيا، ففي خلال تقديمه تفاصيل برامج عسكرية ضخمة تبلغ ميزانيتها نحو 120 مليار دولار، أبرزها برنامج تمويل المقاتلة الأمريكية F-35 الجديدة، انهار هذا الضابط الكبير على المنبر فسارع مساعدوه إلى إسعافه ونقله إلى المشفى، وتبين أن الجنرال كان يعاني توتراً ربما بسبب قلة النوم أو هبوط نسبة السكر في الدم.
وفي الختام هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. شو مدينة سفر؟ ما عم يطلعوا لنا بنقط بنك بيبلوس؟ بيدفعوا بالكارت. ما انا لما ظهرت من الشغل تذكرت الغسالة، اشتريت واحدة جديدة، دفعت بالشيك واكد لك. انا 10:30 بتكون عندك. كملت على اليوغا، جلست الشكرة، تحممت وانا وفايلل. مسيو لازم جدد الاشتراك. اكدت لها، نطيت على الاي تي ام، سحبت كاش، ما معها تصرف لي، ولا ابو عبده، ولا ناجي كوفير. صرفتهم بالباركينج ودفعت لها، مرقت على البيت جبت جيجي، نسيت حمرتها. معك فراتك؟ كملنا على العشاء، كان كتير طيب والجو لذيذ. كمان دفعت كاش. بس خلص، رح بلش ادفع بالكارت. من اليوم بلش تعمل اي فيزا كارت من بنك بيبلوس لكل مشترياتك وجمع نقط وبدلهم بسفرات وهدايا من اكرم بروجرام. كان في النشرة: الحكومة تقر النفايات وصرف التعويضات. ومن الاعتمادات المرصودة في البند 13 رواتب المتعاقدين. مصعب للجديد حسم الجدل. المهم يعرفوا الأساتذة أنه أنا وقعت اليوم كل المستحقات للمتعاقدين عن الفصل الأول العام الدراسي 2015-2016. في الخاص: دورها دور. نبتة ممنوعة إلى قانونية. نبتة مشرعة مقوننة وبنفس الوقت صناعة مقوننة. وغسيل قلوب. احنا تغدينا هون امبارح وانا ما جمعت، هني مجتمعين. سماسرة العدل محامون. طب كيف هتتغير المعطيات لما انا بالطبيعه؟ وعندما يصبح رئيس بلدية حاكما بامره. احنا عندنا مرجعياتنا اكبر منها من الجديد ومن ادارة الجديد. كان هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا للمتابعة، نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.